أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أن شخصا قال لآخر أنت تعلم الغيب وقد قالها هازلا، فهل قوله هذا ردة؟ وهل يحكم عليه بالردة؟ إذا كان إنه ما قصده المزح، أن تعلم الغيب يعني من باب أنك عندك فطنة أو عندك خبر في الناس، هذا لا يضر، ليس بردة. نعم، لأنه ما يعتقد أنه يعلم الغيب. أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب صار مرتد، لكن هو ما يعتقد هذا. نعم، قصده أن عنده فطنة وعنده حذق وأنه يعرف الأمور ويعرف أحوال الناس. نعم، فكأنه يعلم الغيب، كأنه. نعم.